الحقن والنشا هيخليكي بنت 16 سنة، حتى لو تعديتي 60 سنة من عمرك هيشلك التجاعيد وهيفتح بشرتك وهيشلك الخطوط وهيخلي بشرتك بيضة وزي القشطة، بيشد التجاعيد كأنك في ريعان شبابك وبيخترق البشرة من الأعماق وبينسف السواد للأبد. اوعي تعدي الفيديو ده بجد، لو عديتيه هتندمي ندم عمرك. الوصفة الرهيبة اللي هتفتح وهتشلك التجاعيد من أول استخدام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا باخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناه وصفات سحريه مع مايا. النهارده جايبه لكم الوصفه اللي كل حد جربها اداله نتائج حلوه جدا، الوصفه اللي ما تقدريش تستغني عنها، الوصفه اللي بننتظر ان احنا نعملها دايما لانها المنقذ واكتر حاجه سريعه بتشد التجاعيد وبتفتح البشره. قبل ما ابدا وصفتي، لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك الاحمر وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، لايك للفيديو فضلا وليس امرا. اول حاجه حبايب قلبي، طبعا معايا هنا قشور الرمان. قشور الرمان من الحاجات الفعاله قوي قوي للبشره، بيشد التجاعيد جدا وبيحفز الكولاجين وبيخترق البشره من الاعماق، وكمان هو انا دايما بسميه مدمر السواد، دايما بسمي قشور الرمان هو مدمر السواد لانه بيفتفت السواد زي الرماد وبيخلي البشره تتنفس. هنبدا ناخد قطعتين من قشر الرمان، وهنبدا ان احنا طبعا نكون غسلينهم كويس قوي. قشر الرمان لازم نغسله كويس جدا عشان ما يكونش فيه اي شوائب تضر البشره او اي ميكروبات او اي اتربه. وهنبدا ان احنا بعد ما نغسله كويس، طبعا هنا ممكن تستخدمي قشور الرمان الطازج. الطازج احنا هنستخدم الطازج لان الطازج افضل، بس لو انا مش متوفر عندي قشر رمان طازج هقولك ازاي تستخدمي قشر الرمان المطحون في الوصفه. هنبدا ان احنا ناخد على قشر الرمان بتاعي معلقه من الروزماري او اكليل الجبل. ده يعني بصوا من الحاجات اللي بتحفز الكولاجين جدا وبتفتح جدا، هتجيبيه من عند العطار متوفر وتقدري انك تستخدميه عادي جدا. هنبدا ان احنا ناخد قشر الرمان بتاعي مع معلقه من اكليل الجبل او الروزماري، وتقدري تستغني عن الروزماري بمعلقه من البقدونس بديل للروزماري لو مش متوفر عندك. هتبدأي تاخديهم حبيبة قلبي زي ما هم جافين كده وتطحنيهم في المطحنة لحد ما يبقوا بودر خالص، يعني تنعميهم على قد ما تقدري، نعميهم في الكبة في المطحنة زي ما انت عايزة. هنعمهم حبيب قلبي وهرجع لكم تاني. بصوا حبايب قلبي اتطحنوا معايا، بصوا بقوا بودر خالص. هنا بقى لو انت هتستخدمي قشور الرمان المجفف هتحطي معلقتين كبار من قشر الرمان المجفف على معلقه كبيره من الروزماري، كل الحاجات دي تبقى مطحونه او انت تطحنيها تمام لو هتستخدميه مجفف، بس طبعا الافضل ان انت تستخدميه طازج واحنا في موسم الرمان يعني هيكون موجود. هنبدا ناخد معلقه من النشا او الكورن فلاور بالشكل ده على قشر الرمان المطحون، وهنبدا ان احنا نقلبهم كويس قوي بالشكل ده. تمام، وهنبدا ناخد نص معلقه فقط من دقيق الارز او الرز المطحون. بتقدري تجيبي دقيق الارز او الرز المطحون من عند السوبر ماركت او من عند العطار، او انت بتغسلي الرز بتاعك كويس قوي وتجففيه وتبداي ان انت تطحنيه كويس قوي. هنبدا ان احنا نقلبهم بالشكل ده كده مع بعض، وممكن تستغني عن دقيق الارز خالص لو انت مش حابه تستخدميه او مش عندك او مش متوفر عندك، مش ضروري قوي ان انت تستخدميه، بس طبعا الافضل لو متوفر نستخدمه لانه ممتاز للبشرة. هنبدا ناخد كوباية واحدة بس من المية، كوباية واحدة بس من المية، وهنبدا ان احنا نقلبها كويس قوي بالشكل ده على المكونات بتاعتي. هتبداي حبيبة قلبي تاخدي المكونات بتاعتك دي على النار، ويفضل طبعا تكون نار هادية، ونقلبهم كويس قوي لحد ما القوام معاكي يكون كريمي، بس يكون كريمي سائل مش كريمي ماسك في بعضه، ما يكونش ناشف قوي، يعني يكون في نسبه شويه من الليونه او الميه، يعني يبقى كريمي سائل خالص. هحطها على النار وهرجع لكم تاني حبايبي. المكونات بتاعتي زي ما انتم شايفين بقى قوامها كريمي خالص سائل زي ما انا قلت لكم اهو. تمام، هنبدأ ان احنا نضيف معايا هنا معلقة من الزيت السحري ده،
وده مناسب لجميع انواع البشره، بس ان الزيوت الفعاله قوي لشد التجاعيد وكمان الخطوط، وبيرطب البشره قوي. واحلى حاجه فيه زي ما قلت لكم انه مناسب حتى للبشره الدهنيه، لان البشره الدهنيه بتخاف من الزيوت، فالزيت ده مناسب ليكي جدا حتى لو هتستخدميه لوحده من غير اي حاجه، بس لازم تجيبيه ولازم يكون عندنا كلنا، وهو زيت لبان الذكر. هنبدأ ان احنا ناخد من زيت لبان الذكر بتاعي معلقة، وهنبدأ ان احنا نقلب كويس قوي. انا حطيته مخصوص لانه مناسب كمان لجميع انواع البشرة، وكمان البشرة بتاعتنا مخصصة للتجاعيد اولا وثانيا للتفتيح. هنبدأ نقلب كويس جدا بالشكل ده، شايفين القوام معايا بقى كريمي ازاي؟ وعلى فكرة بيقعد معاكي 3 ايام ما بيفسدش خالص، يعني لو الكمية فاضل منها بتقدري تستخدميها عادي. تمام. بعد كده حبيبة قلبي مكون اختياري، لو عندك يا ريت تحطيه، لو مش عندك خلاص، بس الافضل ان انت تحطيه عشان برضو بيخلي البشرة تتحفز اكتر وبيغذي البشرة اكتر، وهو العسل الطبيعي. لو حطيتي عسل يبقى برافو برافو عليكي، لانه العسل هيبدأ ان هو يخلي الوصفة تتفاعل معاكي اكتر وتجيب معاكي نتيجة اسرع واحلى. هنبدأ نقلب معلقة العسل بتاعتي كويس قوي على المكونات، واهم حاجة التقليب المستمر علشان المكونات بتاعتك تتجانس مع بعض بالشكل ده. طيب دلوقتي لو احنا مش متوفر عندنا عسل وعايزين الوصفة تجيب معانا نتيجة اسرع واحلى، يبقى ممكن نحط جل الالوفيرا او جل الصبار بدل العسل. تمام. طيب دلوقتي هنغسل بشرتنا كويس جدا جدا باي غسول مناسب لينا، ويكون ما فيهاش لا كريمات ولا اوساخ، ولازم نعمل المقشر الاسبوعي بتاعنا. والمقشر في كذا نوع مقشر، بس احلى مقشر مناسب لجميع البشرات هو الشوفان، مقشر الشوفان مع الليمون، ده حلو جدا جدا. هتبداي تعملي تقشير لبشرتك، وهتبداي تاخدي الكريم بتاعك وهتبدأي ان انت تدهنيه على بشرتك كلها وعلى الرقبة وعلى الاماكن اللي فيها تجاعيد، وهتبدأي توزعيه كويس قوي بالشكل ده. تمام. وهتبدأي ان انت بعد ما توزعي الكريم بحركات دائرية كده وبالمظبوط كده، هتبدأي تسيبي الكريم، كريم الرمان الرهيب، على البشرة لمدة 25 دقيقة كاملة في مكان هاوي من غير ما تعرقي او تتحركي. بعد ما هتسيبيه لمدة 25 دقيقة هتبدأي تغسلي بشرتك كويس جدا جدا بالمية الدافية، ونقفل المسام على طول بالمية الساعة، يعني قفل وفتح مسام في نفس الوقت. هنستخدم الكريم ده، قدامك حل من الاتنين، يا اما تستخدميه لمدة اسبوع بشكل يومي وما تستخدموش تاني، يا اما تستخدميه مره واحده اسبوعيا، وانا بفضل لك انك تستخدميه لمده اسبوع بشكل يومي عشان يقضي لك تماما على التجاعيد وعلى السواد، وما تحتاجيش ان انت تكرريه تاني، ولما تحتاجي تكرريه ممكن تكرريه كل 15 يوم مره عادي. يا رب اكون قدرت افيدكم، اشوفكم على خير حبايب قلبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.